عودة لكم مشاهدينا ومحطتنا الحوارية الأخيرة إن شاء الله راح تكون مع السيد عدنان زاير مصمم كرفانات. حياك الله، سعيدين جدا بتواجدك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. وبداية يعني ودنا تكلمنا عن فكرة تأسيسك لمشروع تصميم الكرفانات والسيارات المتنقلة. الله يحييكم ويسعد لي هذا اللقاء وياكم ومساء الخير. طبعا بالنسبة حق تصاميم الكرفانات، طبعا أنا بديتها كهواية من سنة 85، درست على الحديد وهذه الأعمال يعني فادتني الدراسة. اليوم أخذت تطورت لين تجهيز الكرفانات وتصميمها، وأيضا يعني اليوم عندنا الكرفانات الأوروبي والألماني يعني نقوم في تصليحها وتعديلها. وهذا الكرفان الآن يعني احنا نكون نهيئة من البداية للنهاية أو نعيد صناعته. نعم أستاذ عدنان، إذا نتكلم عن فكرة التصميم، نعم، أول شيء هل هي موهبة أو دراسة؟ يعني احنا قاعد نتكلم عن تصاميم معينة يمكن يطلبها منك الشخص، نعم، أو يمكن أنت تبادر بوضع التصميم، نعم، هل هي موهبة ولا دراسة لازم تدرسها؟ طبعا هي بدت كموهبة وحبيت هذه الشغلة، والحمد لله مع مر السنين طورتها لين صارت يعني خلاص هذه الشغلة يعني صارت موهبة، وقمنا اليوم يعني تمكننا من تشطيب هذه الموهبة، لأن هذه الشغلة نادرة بالكويت خاصة صناعة الكرفانات وتجهيزها وإعادة تأهيلها، يعني هذه الشغلة مو موجودة في الكويت. فإحنا الحمد لله يعني قدرنا على أن نجهزها ونرد تجهيزها بالكامل. شو الخدمات اللي تقدمها يعني في تصميمك الكرفانات؟ يعني احنا ممكن نغير تصميمه اللي جاي من اوروبا مثلا، ممكن نغير تصميمه، ممكن ايضا نسوي نجهزه بالكامل يعني كبدايه من الالف الى الياء، اذا كان صناعه مثلا ممكن تكون محليه، تجهيز من الالف الى الياء ممكن نقوم في تصميمه، الرسم الهندسي، التصاميم الخارجيه، التفاصيل الداخليه، لانه هو اسمه موتر هوم، فالموتر هوم يعني كمنزل متنقل، فيكون في كل خدماته للرحلات. ما كنا نشوف الكرفانات قبل بشكل كبير عندنا، لكن يعني في السنوات الأخيرة زاد عدد الكرفانات، هل في إقبال اليوم عليها من الناس؟ نعم صحيح، هو طبعا ما في شك أن السنين هذه الأخيرة زاد تقريبا من 8 سنوات ونازل، هذه طبعا قامت تزيد بكثرة، وهذا يعني هذه هي واجهة حضارية، يعني لما يصير خاصة احنا نتمنى يصير عندنا كامبينج للكرفانات يعني بالكويت، وهو وجه حضاري يعني للكرفانات، وهذا الكامبينج يعني يهيئ بالكويت يكون على يعني أكمل وجهة، لأن خصوصا عندنا اليوم مو فقط الكويت، دول الخليج غير دول الخليج، عندنا ما شاء الله دول العالم الآن الكرفان قام ينتشر بشكل أكبر، فإحنا نتمنى يكون عندنا كامبينج على أساس نستضيف أهل الكرفانات بالكويت. قبل شوي ذكرت أنك أنت يعني تقومون أو أنت تقوم بتجهيز هذه الكرفانات، شنو نوعية التجهيزات اللي ممكن مثلا أنك تجهزها؟ طبعا بداية من الهيكل الأساسي اللي هو الحديد، وطريقة الشواصي حق الكرفان، والبدي نوع البدي وأجزاء من سواء كان من كيربي أو ألواح الكربون أو الفيبر غلاس، يعني في كذا طريقة. أيضا من داخل الكرفان كان أول شيء طبعا نصممه بحيث أنه له مقاييس ومعايير خاصة، لأن هذا مو نفس البيت يكون قنفة كبيرة أو شيء، لا لازم يكون فيه يعني أشياء مصغرة حق هذا الكرفان، وبعدين نحط كل خدماته داخل الكرفان. من ضمن العمل هذا بعد تحويل الباص إلى كرفان، شلون طريقة التحويل؟ طبعا هذا الباص نفضيه بالكامل، نشيل الكراسي كله ونحوله إلى كرفان، أيضا نفس الطريقة لازم يكون في رسم هندسي بالقياسات المطلوبة، بحيث أن نحط مثلا هني والله نبي غرفة، هني نبي دورة مياه، هني نبي خدمات مطبخ، ويعني يكون كل خدماته فيه، وهو عبارة عن موتر هوم، يعني الباص يتحول إلى منزل متنقل في جميع خدماته. شنو مراحل التصميم؟ مراحل التصميم تبدأ من الهيكل،
من بداية الرسم الرسم الهندسي, الرسم الهندسي نعم. بعدين البناء الهيكل, وبعدين تسكير الهيكل من الخارج, من ثم العوازل, الكهرباء الداخلية بكاملها تكون كلها يعني معزولة تماما. نرجع بعدين على الديكورات الداخلية الخشبية وأشكالها وألوانها والأرضيات وأنواعها, الربل باركي أو الشكر بليت, يعني كل تشطيبات. إيش كثر يأخذ معك مثلا وقت؟ طبعا على حسب حجم الكرفان, إذا كان في كرفان صغير أقصى حد وأدنى حد, وأقل مدة شهر, وأقصى مدة ممكن تزيد إلى 3 أو 4 شهور. من شهر لأربع شهور. لأربع شهور. نعم. دائما أي عمل يكون فيه تطوير من فترة إلى فترة. شنو الجديد عندكم في؟ طبعا إحنا الكرفان هو طبعا إحنا نعمل على حسب مقاييس المرور, بحيث إنه لما يمشي بالطريق لازم يكون ما يزيد عرضه عن 2.60 وطوله 9 أمتار, هذا بالنسبة حق القلص. أما بالنسبة حق الموتر هوم قيادة كتصميم, أقصد كتصميم, نعم كتصميم, فإحنا نصممه ممكن يصير فيه توسعات, يعني ممكن كرفان مترين ونص ممكن يصير فيه متر زيادة لما يوقف يتوسع يصير أكبر حجمه, وهذه التصاميم اللي الآن إحنا قاعدين نحاول أن نجهزها بحيث أن نطور من هذا الأعمال, بالإضافة أنه ممكن نحط له خلايا شمسية يكون لها كهرباء ذاتية منفصلة عن الجنريتر اللي فيه. يعني دائما تبحثون عن التطوير والتجديد. بالضبط. طيب بالنسبة لسيارات لذوي الاحتياجات الخاصة, شو تجهيزاتكم حقها؟ طبعا نقوم في تجهيزها بالكامل, نحول إذا كان في كراسي خلفية نشيلها كلها, ونسوي المدخل يكون راهي للويلتشير بحيث أنه لما يدخل ويصعد يكون له سهل, سواء يكون على يسوي له صعدة نزلة أو أنه الجيك اللي يشيل الويلتشير, وبعدين نجهزه بكل خدماته, سواء ممكن نحط له ثلاجة تشتغل على الطاقة الشمسية, وممكن لأنهم يحبون كأدويتهم يكون معاهم على طول أو شغلات تساعدهم, فممكن يكون يعني تجهيزه بالكامل. نعم. أعتقد قبل شوي تكلمت عن وجود تجمع أو رابطة لأصحاب الكرفانات, هل تسعون إلى هذا الشيء؟ والله طبعا هذا إحنا يعني يا ريت نتمنى من الدولة يعني يعطونا مكان خاص إحنا نجهزه أصحاب الكرفانات ونهيئه ككامبينج, وإحنا على مقدرة تامة أن نجهزه بأحسن المستويات ككامبينج, لأن هذه واجهة بلد, فهذه الواجهة اليوم الآن عندنا أصدقائنا من الخليج يتصلون علينا وين نوقف وين نروح, فلا بد يكون في كامبينج مهيئ, هو في 3 خدمات أساسية, الصرف الصحي وصرف الماء والكهرباء. هذه الأشياء هذه هي واجهة بلد تعتبر, يعني هذا وجه حضاري جميل الناس تيجي وتروح, وأيضا حق الأهالي اللي بيطلع مع أهل العائلة كاملة يطلعون بالكرفان يستمتعون فيه, وفي طبعا أيضا في خدمات للكرفانات هذه. في إقبال عليه؟ طبعا بالآونة الأخيرة هذه 8 سنوات ما شاء الله العدد قاعد يزيد, وفي من الأصدقاء يعني قاعدين يطلبونه من برا الكويت ويبيعونه بالكويت بأسعار معقولة يعني, وفي أنواع تتفاوت أسعارها, يعني في تبدأ الأسعار من 2000 دينار ل70,000 توصل الكلاس A. 70,000 دينار. 70,000 يعني خاصة هذا الباص الكبير المجهز جاي يعني من أمريكا ما شاء الله, يعني بمواصفات راقية موديل السنة. في جروبات عندكم يعني نقول بالسوشيال ميديا للتواصل إعطاء الآراء سواء مع أصحاب الكرفانات في الكويت أو حتى خارج الكويت؟ نعم صحيح, أنا طبعا عندي تواصل مع كرفانات الخليج كلها, والحمد لله عندنا كذا جروب للتواصل عن طريق السوشيال ميديا, وشيء طيب يعني أنه قاعدين الآن في دول الخليج في كامبينج, يعني بلشوا ويسوون كامبينج, هذه واجهات خليجية. نعم. فإحنا نتمنى يكون في الكويت عندنا, يعني عندنا 25 و26 في
فبراير الناس قاعدة تينا ونوقف عند الأبراج. يعني أنا بسألكم يعني نشاطاتكم بالضبط في الاحتفالات مثلا الوطنية تتواجدون؟ بالضبط هذا سلمت الله. احنا نتواجد في الموقع اللي عند الأبراج والجزيرة الخضراء نتواجد هناك. بس الآن أيضا مش يعني ما في تنظيم أو تجهيز حق الكرفان. يعني لابد أنه يكون في له مكان على أساس أنه أنا ما أحط جنريتر ممكن يزعج المارة. لازم يكون عندي كهرباء من الحكومة موفرت لي إياها وصرف صحي وماي. فهذه الخدمات الثلاثة أساسية. فهذه لما يكون في مكان في موقع خاص للكرفانات ويصير في احتفاليات بالمناسبات هذه يعني هذا شيء طيب ووجهة بلد هذه. نعم أستاذ عدنان قواك الله. الله يعطيك العافية ونتمنى إن شاء الله نشوف تجمع إن شاء كبير الله لأصحاب الكرفانات إن شاء الله. من هذا اللي نتمنى إن شاء الله بالسنين الجاية يكون على الأقل الدولة تلتفت لنا وإحنا بالعكس ما نقصر نسوي الشيء المطلوب. كل الشكر لك. شكرا لك ويعطيك العافية. مشاهدينا متواصلين معكم ولكن بعد هذا الفاصل.